إذن أعزائي المشاهدين عبر قناة خالد باديدا الإلكترونية، أولى اللقاءات مع إداري ولاعب فريق العبري. لاعبا لكن اليوم تقف إداري في فريق العبري، انطباعك لشوط المباراة الأول؟ 0-0 العبري في مواجهة فريق التعاون. والله مباراة الشوط الأول مباراة كانت حذرة، وتعرف خروج مغلوب الفريقين مقفلين، لكن ان شاء الله دحين بنعدل الشوط الثاني في التغيير تغييرين كذا ان شاء الله. مين راح يشارك؟ اتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق. مين راح يشارك؟ في تغيير، حيكون تغيير هجوم ان شاء الله، حينزل البلادي مكان السنتر، حنلعب تغيير هجوم ان شاء الله. نعم، شوط المباراه الاول ايش رايك في فريق التعاون؟ والله التعاون فريق محترم وغني عن التعريف، يعني ما يحتاج اقول حقهم شيء، لكن هذه مباراه خروج مغلوب، يعني اتمنى التوفيق لفريقي. نعم، طيب ما زي ما يقول المباراة هدف واحد، تتوقع شوط المباراة الثاني راح يجي فيه أهداف، هدف تكتمل ركلات الترجيح؟ يعني كأحد الجماهير كيف توقعك للمباراة؟ لا أتوقع إنه في أقوام ما حتوصل بالنتيجة. نعم، أتمنى إنه فريق اللي يطلع بالنتيجة بإذن الله. شكرا كابتن ماطر.